جماعة معاكم بيتر مارك لسين البدر بكل المعلومات. النهاردة ايه الاسبوع الرابع للبط. طبعا خلصنا ايه الاسبوع التالت اللي هو النهاردة كده اعتبر النهاردة عمر 22 يوم بالظبط. زي ما متعودين كل اسبوع معاكم طبعا لما تخلص معاكم كل اسبوع ايه بجيب لكم ايه الفيديو دي ده ايه بجنيته كله. طبعا نضفنا ايه اللي انتم شايفين كده عندي الدنيا كلها ايه زي طمية. طبعا شلت ايه الفرشة القديمة كلها عشان ايه كلها مية. عشان في ناس بتقول عشان تفضل يسيب الفرشه. طبعا يسيب الفرشه كلها ميه تحت مني وكلها رطبه. طبعا الرطوبه دي كلها بتعمل معايا ايه؟ تبوظ الدنيا دي كلها. بتعمل معايا الاكسديا بتشتغل معايا الاكسديا والكلام ده كله. يعني عايزين ايه نلهم الاكسديا عشان ايه الامراض بتاعتها والكلام ده كله. مشي انا شلت كل التراب اللي قديم عشان كل اللي شايف انت الارض كلها مبلوله وايه الدنيا دي كلها. هنبدا يعني نعمل فرشه تاني جديده معانا ونظبطها والكلام ده كله. هنبدا يعني نشتغل معاكم معلش برضه هتطول معاكم الفيديو. ده كل مره بنجهز ايه ازاي الفرشه. ادي فرشتنا ايه بنجهزها واحده واحده. اول حاجه بنرش التبن بتاعنا تبن انشار على حسب انت ايه المتاح معاك. تمام اهو. طبعا ايه المره دي ما حطيتش كير في الاول خليت ايه عشان معايا بس الكير قبل يخلص. تمام ببدا ايه بحط الكير بس ايه تاني مره احطه فوق البتاع عشان ايه يشيل معايا الرطوبة بتاعتي بسرعة. الكير يا جماعة احنا قلنا ايه بيشيل ايه الرطوبة بيشيل معايا المية شوية بيحافظ معايا ايه معديني دي شوية. تمام حد يجي يبص ايه لما بيجي يغير الفرشة تحس البط ايه فرحان كأنه ايه عامل زي العيل في يوم العيد. الحمد لله انتوا شايفين حوالي البط عاملة ازاي ومفيش مشاكل معانا ولا اي حاجه مع الجو الساقع ده برضه الكلام ده كله. طبعا الاسبوع ده معلش ما اكلتش ازوله كتير عشان انا ما عنديش ازوله والكلام ده كله عشان ايه انتوا عارفين في الشتاء الازوله شكلها ايه قليل لسه حاصدين شويه. تمام وبرضه ايه انا كده بيها برضه الكلام ده كله مش برضه حتى ايه مره في اليوم عشان انا اهم حاجه عندي الازوله مش توفير علف. يعني بالنسبه لي الازوله بالنسبه لي علاج من الدرجه الاولى. دي انا مجربه البط اللي كان معايا الكبير اللي بره ده كان مكسح وكان فيه مشاكل والحمد لله ايه انا لما اكلت الازوله مده اسبوعين ظبط معايا الكلام ده كله وانا بطل عندي التكسيح اللي كانت المواضع المتكسحه نهائي خفت الكلام ده كله وانا عندي ايه اي مشاكل حتى الاسهال بتخف معايا نهائي الكلام ده كله. دي الازولة بالنسبة لي كان عندي علاج جميل جدا بالنسبة لي علاج من الدرجة الأولى لأن الحاجة دي بجربها بنفسي. أنا مش عاوز منها توفير علف بس على الأقل وفرت علاج على الأقل وفرت خليت البطاية بصحتها مرتاحة مظبوطة. بص البطاية عاملة إزاي لما غيرت الفرشة كأنها إيه عيل صغير لابس لبس العيد وفرحان بالفرشه ازاي؟ دي عشان هو ايه؟ طبعا قاعد طول الاسبوع اللي فات ده كله يعتبر ايه يعني كان يعني اخر ايامه بالذات كلها كانت ميه مغوصه من الموضه ايه البط بتاعه زي الميه اللي بتتلج عشان البط ايه بيحب المغوصه في الميه والكلام ده كله. بص البط عامل ازاي ونبدا برده ننزل مع بعضينا ونعمل دلوقتي ايه؟ البط بتاعتنا بالازوره لسه ايه حاطينها والكلام ده كله هنبدا دلوقتي ايه؟ جهزنا ايه الازوله بتاعتنا يعني الفرشه هنبدا نعمل كده كتير. طبعا الكير انا كل مره بحط فوق وتحت وانا مرات عشان بس الكير يقرب يخلص احط بس ايه من فوق عشان ايه يشيل معايا الرطوبه اسرع من الاولاني. زي ما قلت لكم لو جه على البط انا هو بجي على البط ايه ده مفيد ليه البط برده عشان لو في اي حاجه بكتيريا على الريش على اي حاجه زي كده في رطوبه بيبقى برضه ايه بيشيلها من ايه بسبب ايه الارضيه والكلام ده كله. اهو واحد لو بلوش ايه على البط نفسه اهو اهي ادي البط ايه كله فرحان اهو. رشينا الجير كده معانا اهو بحيث ده ايه بيشيل معانا ايه نسبة الرطوبة ونجهز ايه المسقة بتاعتنا برضه بنعليها على طول. ادي المسقة دي اوتوماتيك
زي ما قلت لكم ايه الاوتوماتيك دلوقتي معانا شغال عشان البط طبعا بيحتاج ميه كتير والكلام ده كله. المسألة الصغيرة اللي كانت معانا مش هيكفي، بس لو عاوز ادي علاج بدخل ايه المسألة الصغيرة بحط فيها الميه بتاعت له علاجها والكلام ده كله. اي حاجة زي كده وقت ما انطفى من ايه كتير كمان. بص البط كله هيخش على ايه؟ على الميه. بص حتى بياكل الجير ازاي؟ مع التبن فرحان بحاجة ازاي؟ الحمد لله. دي بص البط عامله ازاي معانا كبيره وشغاله. بص حتى في بط معانا بيدي يبدا يريش معانا، في بط بدا يريش معانا ريش اهو بيطلع يبدا يطلع معانا اهو في الجناحات، وفي بط تاني برده طالع ايه في الجناب هنا اهو برده. في بط ايه اسود كده معانا يبقى فيه. هنجهز معاكم بقى ايه العلف بتاع الازوله تمام. هنجهز العلف الازوله دلوقتي مع بعضينا، بس نجيها ايه المسا معوجة نظبطها. حاول متخليش المية عالية عشان ايه بص البطن لو بيخلي المية عالية بيبهدلنا الدنيا شوية. بص البطن داخل على المية وبيشرب عشان لو معطش شوية والكلام ده كله. هنجهز مع بعضينا ايه تمام. ادي ايه دي الازولة اللي احنا حاصصينها من شوية تمام. هنبدأ ايه نحطها. طبعا تقولي فيها مية ما فيهاش مية مش هتفرق معايا، دي كده البط بيحب المية. دول حوالي 2.5 كيلو، دول حوالي 2.5 كيلو. البط معانا كبر الاكل بتاعه بيزيد. انت ايه نحط له ايه؟ طبعا يا جماعه خلي بالكم ان احنا الاسبوع ده بنغير العلف من 23 ل 21. لو عندك غسيل كلوي حط، ما عندكش غسيل كلوي ممكن تحط ايه؟ تجيب اسمه ايه؟ بقدونس. تجيب بقدونس وتغلوه تمام، اللي هو البقدونس بتاع ايه الكرومب ده، بتغلوه كده ايه في شوية مية والكلام ده كله ومدة ربع ساعة، بعد كده تحط لهم. ده يعتبر غسيل كلوي طبيعي جميل جدا تمام. هنبدأ ايه دلوقتي ايه هنحط العلف بتاعنا تمام. طبعا ايه عندنا العلف انا مخلطه جاهز مع بعضينا. ده علف 23 على 21. طبعا النسبة ايه 21 اكتر من 23 عشان ايه هي 3 4 ايام باكد اخر شكاره خلطتها بيدي خلط فيها في اخر شكاره ونص بالظبط، نص شكاره حطيت عليه ايه بحط زياده حيت لما طبعا كده معانا ايه ادي كيلو وادي التاني 3 دول كده 4 كده حوالي 5 كيلو. طبعا كده نجيب الثوم البودر بتاعنا والبصل البودر معانا كلام ده كله. ده ملح طعام اهو بتاع البيت اهو معايا، هنحط شويه كده. والثوم البودر بيكون بقى ايه الثوم البودر اهو ده الثوم كتر مننا عادي اهو. طبعا الثوم والبصل عارفين مفاتيح شهيه مضاد حيوي يعني مفيد جدا. ادي اهو ايه وادي البصل. نبدا ايه نخلطهم مع بعضهم. بص اهو طبعا لو كتاكيت ما تنفعش تاكل الازوله لسه طالعه كده عشان هي كلها ميه، يعني اقل حاجه تسيب 24 ساعه يعني هتحصدها بالليل تاني يوم بالليل تاكل منها. بص انا بفرك ازاي عشان ايه ابدا ادخل ايه بفك الأزولة مع العلف عشان يخلطوا مع بعضين اهو. لو بص العلف كله تحسه بيه مند معايا اهو. بص ده الأزولة بس وحديها اهي، والأزولة معانا قطرة الحمد لله. ان شاء الله برضو في حاجة كده اعملها معاكم ان شاء الله، بس لسه بس خلص الدورة دي في كلفة اعملها بالأزولة الناشفة. بنحس ايه في ناس مش عارفة تزرعها ومش عارفة تجيب الأزولة عشان ايه التخزين بتاعها ايه
عارفينه يعني بيبوظ معانا الازولة بسرعة وبتشرب مية وبتخزنها بتبقى ايه صلاحيتها قليلة شوية هي وخضر. ممكن ان شاء الله بعمل هنا تجربة كده على الازولة الناشفة، اعمل لكم كلفة رخيصة ممكن ما تكلفناش اقل من كده نهائي. بس انا يعني كده كده بس قلت استنى الدورة الجديدة ان شاء الله لما اجي انزلها ناخد منها شوية ونبدأ ايه نعمل دي وبعديه ونشوف النتيجة ايه بين الاتنين ايه. بس نخلص الدورة دي بعد كده ايه نخش على الدورة الجديدة. كده عملنا كل ايه كلفتنا ونبدأ ايه نحط اكل ايه للبنج. وادي ايه نجهز حاجتنا برضه ايه بتاعت الاكل. حط دي هناك الجرجس. ايوه هنا كده. بص بقى ايه على البطه يعمل ايه مع الاكل. دي يعتبر يعني دي فتره كبيره ما اكلش ازوره. بص 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 شافوا قبل ما يطلعوا بياكلوا ازاي. اهي برضه هننزل مع بعضينا دلوقتي قبل ما ايه ما ياكل ويشبع عشان ايه برضه ايه لو عاوزين احنا ايه وزن صافي. اهو شوف بس ياكل شويه وبعد كده ايه نحط لهم الباقي في المكان ايه مش سامح. ونبدا ايه ناخد ايه بطايه كده عشوائي. ادي واحده مش كوفي وادي واحده مولر وادي واحده تاني برضو. وادي ايه كل الاوزان بتاعتنا معانا ايه مختلفين اربع اوزان. البطايه من الصغيره كوكو هنبدأ برضو ايه هنوزن مع بعضنا ده كل اسبوع. البطايه وصلت معانا ايه النهارده يوم 22 من عمر البط ده اليوم ال 22. ادي واحده مرر لا دي مسكوفي ذكر وصل معانا كيلو الحمد لله كده بالنسبه لي زي العسل. ونتاكد منه مسكوف ولا ايه. بص برضه يا جماعه اهو بيخربش فيا اهو. انتوا عارفين ان المسكوفي بيخرب بيكلبش في الحاجه. وادي ايه ده ذكر مولر برضه ايه بص بيعمل بص مش بيكلبش فيا ازاي مش زي الايه التاني. تمام برضه واصل معانا كام كيلو ومية برضه كده بالنسبه لي زي العسل ولسه يوم ال 22. تمام يوم ال 22 برضه هو ايه ماسك تاني اهو ده كده برضه مولر معانا اهو ده مسكوفي معلش. تمام عامله 800 جرام تقريبا دي كده دي مسكوفي عامله 800 جرام اهو ماسك تاني برضه مش وحش معايا لان المعده ده يعتبر السن الطبيعي بتاعها. تمام لما اوصل كده مش وحش كده معانا ايه في انتايه صغيره ايه دي مولر مش باينه حتى معانا دي المولر تقريبا عامله 600 جرام برضه مش وحش معايا. دي نتايه مسكوفي بص حتى معايا بتكلبش معايا ازاي. طبعا نتي المسكوفي ما شاء الله عليها جايب 400 جرام هي ايه عشان معروف ان انت المسكوفي وزنها خفيفه شويه. تمام كده معانا الحمد لله الاوزان معانا مستريحه وحلوه. تمام وجميله جدا ولسه ما كملناش الشهر. تمام ده كده الاسبوع اول الاسبوع الرابع ده اول النهارده يوم ال 22 يعني لسه قدامنا 6 ايام تاني عشان نكمل ايه 8 ايام نكمل ايه نكمل الشهر بتاعنا. ونخش برضه نبص على البط وهو بياكل. سيب البطايه كاستور سيبها خلاص سيبها خلاص وزنها. دي المقاسات اللي هنا عندنا كلها البط الموجود عندنا بمقاساته باحجامه بقى بانواع الموجود عندنا هنا. تمام اصغر واحده فيهم اللي هي دي سميناها كاستور عشان هي صغيره اصغر واحده طالعه منهم ازاي مش عارف دي اصغر واحده فيهم هي اللي باينه تحس ايه عمرها اسبوع مدينا وزن ضعيف جدا بس ايه برضه احنا سايبينها دي طبعا بتيجي بركيه سرده كده في الايه في التأيه في الانواع. وبص البط معانا في الازوله بص لما دخل على الازوله واسم البط ايه ليها اسبوع ما اكلش ازوله اعتبر
بص اللي كان الشبع بص قاعد ايه هناك وشرب وقعد معايا ليك، شايفين الحاجه معانا مظبوطه ازاي؟ الحمد لله دوره نظيفه، مفيش كساح معانا، مفيش اسهال، مفيش حاجه عليها وجعاها، اهم حاجه مفيش اسهال معايا، بنشكر ربنا وتمام. اللي معانا ايه وما ادناش علاج ولا مضاد حيوي كتير ولا اي حاجه غير في ساعه اللزوم بس، ولا في مضاد حيوي خد كتير ولا اي حاجه، كل شغلنا كله في ازونه معانا الحمد لله. بالاكل لو كامل بالاكل ازونه مده كل اسبوع كل يوم كان يكون احسن طبعا. ايه في النهارده عملنا كل حوالي كام سكه 7 كيلو علف بالازوله، حتى حوالي 2 كيلو ونص ده 2 كيلو ونص ده وفرنا سكه كيلو علف تقريبا، من 2 كيلو الازوله بيوفر معانا حوالي كيلو علف. ونبدا برده معانا دوره جديده ان شاء الله، هنبدا نعمل كلفه رخيصه تمام بالازوله الناشفه، عشان النشوه طبعا يعني بتقعد معاك ممكن سنتين وثلاثه، دي عامله زي المخيل الناشفه وايه والنعناع الناشف معانا عادي. هعمل لكم بالازوله الناشفه، هعمل لكم خلطه معينه كده هشوف وزنها قد ايه، حسب وزنها هقول لكم البط ده المفروض ياكل كام قد ايه، وهنكل ايه وهنخلي ايه الجزء اليمين للبط ده لوحده وليه وده لوحده. طبعا عشان الشتاء داخل علينا وطبعا ايه الازوله معانا ايه ضعيفه والكلام ده كله، بس احنا هنقارن بين ده وده ونشوف الدنيا معانا ونشوف ايه برضه ايه الازوله الناشفه تعمل معانا نفس النتيجه ما بتعملش. بحاول ايه بجيبها برضه بنشف شويه كده ونظبط ايه مع بعضين ان شاء الله في الدوره الجديده باذن الله، بس نخلص الدوره دي ده الاسبوع اخر الاسبوع الثالث واول اسبوع ايه الرابع يوم رقم 22. البط ده داخل يوم 15/11 والنهارده 9/12. طبعا انا كل اسبوع بننزل ايه فيديو وبنعرفكم ايه المواعيد بتاعتها والكلام ده كله. حته العلاج انا بالنسبه لي مش هحط علاج تاني، اللي موضع عندي بقى مضاد حيوي مش هحط مضاد حيوي، ما عنديش حاجه فيها اسهالات ولا اي حاجه، الحمد لله البط كله سايق معايا وبنشكر ربنا تمام. عندي املاح معدنيه ممكن احط، ما عنديش خلاص مش مهم، ليه كده الدنيا معايا حلوه، بس طبعا لازم ايه يعني ابدا اعالج مع ان هي كده بالنسبه لي فتره التحضير كلها عدت عليا، هي الفتره فيها ايه الخطوره للبط كله، دلوقتي في فتره كل يوم بيعدي عليك فتره الخطوره بتاعتك بتاعت بالذات من يوم واحد، من اول يوم حتى يوم 15 يوم واحد ايه بعد يوم 15 الدنيا ايه بتخف معانا شويه معايا الكلام ده كله. واي خدمات اي حاجه انت عاوزين تستفسر عنها معاكم بيتر ماهر النخيلي من قناه باروس، وانا موجود في شبرا الخيمه، ورقم تليفوني اهو معاكم 012-20-84-63-53 ده رقم الواتس ورقم التليفون الشخصي بتاعي، واي وقت انت عاوزين اي خدمات انا موجود معاكم. شكرا.